لما بتحكي عن فلسطين بنحس إنه كلماتها مليانة دموع وأمل بنفس الوقت، ولما بتغني لفلسطين وللقدس عاصمتنا الأبدية وللشام وكمان للعشاق، وبأي لهجة بتفوح ريحة الياسمين الدمشقي بقوة وبتعبي المكان كله. أصالة نصري وصلت. الفنانة أصالة على وصول إلى مهرجان ليالي برك سليمان باسم كل الفلسطينيين. بنرحب بالفنانة الكبيرة أصالة نصري اللي كسرت الحصار اللي بحاول الاحتلال يفرضه علينا، وغنت للفلسطينيين اللي بحبوها وهي كمان بتحبهم. من قلب فلسطين، من مقربة من القدس العاصمة ومن مهد المسيح في بيت لحم، ومش بعيد عن ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات، نستقبل مع بعض الفنانة أصالة نصري.
يفولنا الدخان. الله يخليكم. عم يفوت التمية وما عم بعرف يعني قول الآه. شيلوه شيلوه الدخان، عم يخرب لي صوتي. مساء الخير. كان بيودي يعني كان بيودي هيك تبدأ الحفلة بموعدها، إلا أني بعرف قديش صعب ببلادنا الأشياء تكون بموعدها، لأنه نحن منلتزم دائما بس الآخرين ما بيلتزموا. بعرف معاناتكم لنكون اليوم سوا وبقدرها، وبتمنى أنه اليوم ترجعوا كلكم لبيوتكم مو ندمانين أنكم طلعتوا، لأني بقدر قديش صعب لحتى توصلوا لهالمكان. شكرا. كنت بسمحك، أيوة بسمحك، كنت بدارك
يلا صباح. على جرحك بنات بنات بس سامح كتير
كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير ما بعيش في الشارع.
كتب لي صديق لي، طبعا بما انه فلسطين مليانه ابطال، وانا عندي صديق قريب مني جدا، شاعر كبير من مواليد سوريا، اسمه رامي العاشق، سقفوا له، لانه هذا الشاب من خيره شباب العالم العربي، كافح وناضل وما زال بكافح مشان يكون مثل ما هو بيحلم بحاله، مع انه كل الظروف عم توقف ضد حلمه، بس بحاول ونحن كمان بنتمنى له وبنحاول معه. كتب لي اغنيه كثير مهمه بحياتي، مع اني ما غنيتها، سجلتها بس ما غنيتها، اسمها الكرسي، سمعتوا عنها طبعا، بس نزلت منها الموال. وكتب لي اليوم اكثر من موال، موال هلا رح اقوله، اسمعوا شو فظيع. رائع هذا الشاب، فلسطيني سوري مثل ما انا سوريه فلسطينيه. تقدر علي مخطر
I'm
اليوم حدي شعبك فلسطين الأبي اليوم حدي يا قدس المرجل الحرة تحدي شعبك فلسطين الأبي اليوم حدي يا قدس المرجل يا قدس المرجل الحرة تحدي حتى يا فلسطين حد حربت حربت حرب ما حتى يا فلسطين حد بس غدر القريب اليوم أنضم من الحرام من يوم
حجر درعاي فلسطين سيفة بحلب وبحمصة درعاي وشكراً قوي تم جميلك روح يلا وقلبي دعيلك شوف بكرة مخبيلك أما أنا هنسك وارتاح شكراً قوي
يا صاري بطول يا ابو المشانة،
شو تسمعوا؟ آسفة ولا شو هاي؟ ما بقاش أنا؟ لسه إيه طبعاً بعدين. Thank you.
Oh,
Yeah.
وأيضا نرجو وجود الأخ السيد طارق العريان أن يكون معنا أيضا على المنصة. وجودكم معنا في بيت لحم فلسطين، وأنتم نعلم أنكم سوف ترسلون رسالتنا إلى الشعب العربي من خلالكم. شكرا جزيلا. طبعا أنتم ما لكم شايفين اللوحة رائعة فظيعة حلوة فوق ما تتخيلوا، فتخيلوها لو سمحتوا مثل ما أنا شايفتها مشان تسقفوا لها، لأني أخذتها صارت عندي. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، ألف شكر، شكرا، شكرا سيدي. شكرا، نشكر الجميع، نشكر جميع المتواجدين على المسرح. الآن سنعود من جديد إلى الفنانة الكبيرة، الفنانة أصالة نصري. رحبوا معي من جديد بأصالة نصري. Thank you.
وعيونها تدبل وجسمها بيضعف وكل شوي كان بيتأخر اللقاء كل شوي بيتأجل. هيك لقائي فيكم من سنين وأنا عم بحلم فيه، بحلم إني بدي أجي زور مكان بالنسبة إلي هو حلم. اليوم رحت زرت كنيسة المهد، مسكت حالي مليار مرة من دموعي، حسيت إنه هذا المكان كلنا وأنا منكم هو جزء مننا، لأنه نحنا منعرف ومنقدر ومنحب ومنقدس طهر ستنا مريم، منحب نكون بمكانها الطاهر يلي رب العالمين خلقه بأرضنا، نحنا بأرض الطهر بفلسطين. وبكرة حيكون عندي زيارة تانية للمسجد الأقصى. كل مكان كنت عم روحه، اسمعوني وهذا وقفوا شوي،
كل مكان اليوم تمشيت فيه بالشارع، كل مكان كان بيذكرني بحالنا. بياع التين عنا منه، في عنا بياع تين بيقعد نفس القعدة وعنده يمكن قريب من هالتينات، وبياع العنب والخبز. وأكلت اليوم عند بياع فول رائع فظيع، بيحط الليمون على الفول مثل ما نحن بنعمل، أكله رائع. مكانكم هو مكاني، وأنا بينكم حاسة إني بحضن الشام، بحضن أهلي. كتير كتير بتعني لي محبتكم، كتير بتعني لي، كتير بيعني لي لطفكم وكرمكم معي. بالحقيقة اليوم وأنا عم حضر غراضي، لأنه بدي أنقل من مكان لمكان، لسه ما حسافر، بس لقيت يعني تعبت شنطايتي اللي أنا جايبتها، وفي غراض كتير ما في إلها مكان عندي، فلازم أشتري بكرة شنطة فاضية كلها من ناس محبين فكروا شو بدهم يهدوني. فاللي هدوني يا يمكن مرات كتير منه أكتر مما بستحق. المهم أنكم فكرتوا، المهم أنكم حسيتوا أني بنتكم، أني أختكم، أني صديقتكم. مرات كتير لكتار منكم أنا أمكم. أنا بعرف أني عم بحكي كتير، بس لأنه لقائي فيكم عم بحلم فيه من سنين حقيقي. من يوم اجيت زدت لي يا حلاوة، من يوم اجيت عم حاول نام باليوم مثل ما بنام بالعادة 7 ساعات، ما عم بعرف نام إلا 3، والصوت بده نوم. بس مع ذلك اليوم كنت كويسة، لأنه بدي أكون منيحة. كل الحماس اللي بتتخيلوه موجود عند العالم كله كان موجود عندي أنا اليوم. كل المحبة اللي بتتخيلوها موجودة عند الدنيا كلها موجودة عندي اليوم لألكم. حبيبي وجوزي وعيوني وأبو ولادي طارق من فلسطين، وأنا خلقت منه وخلقت منكم، خلقت من هالأرض الطاهرة الطيبة. مشان هيك أنا ثورجية، مشان هيك حملت قضية، مشان هيك حسيتوني دائماً بدكم يعني أقوى فيكم، وبقوى، بقوى بكل الشباب، بقوى بكل الشباب اللي بالعالم العربي يلي بيحسوا أنه أنا وحدة من عيلتهم. لو نزل فستاني شوي عن كتفي بدهم يغطوني، بتحبوني وبتخافوا علي، رغم أني بقوي نسوانكم، رغم أنه أغنية كتير فيها تعليم للستات وغرور وشوفة حال ووعد بشي عمره ما بيصير. كل ست بالدنيا، وخصوصا ببلادنا، خصوصا فلسطين، عانت وحبت وربت، ما فيها تكون إلا محبة وإلا مخلصة وإلا وفية. بدي إلكم، بدي بوس كل شخص منكم على جبينه وإلكم شكرا على الطريق الصعب اللي تحملتوه مشاني. ألف شكر، ألف شكر على محبتكم، ألف شكر على الطريق اللي تحملتوه مشاني. يمكن لو كنت مكانكم، ويمكن أكيد لو كنت مكانكم وبدي شوف حدا كتير بحبه وكتير بحب صوته وبعرف هالعذاب اللي بدي مر فيه بالشوارع، ما رح أعمله. بدي أتشكركم، عملتوا شيء يمكن أنا ما بقدر أعمله مع الناس اللي بحبها. شكرا 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 جزيلا. بتمنى أبقى كل عمري صديقتكم الوفية، حبيبتكم القريبة، قريبتكم الدافية. كنت حكولي كل شيء بيمرق معكم، حكولي يا أنا أكيدة إنه في شيء رح يوصلني. و شكرا، حنرجع نلتقي. Thank you.
ومرجعتش ليا بقلبك تاني هنا، لو محلفتش اني استني بعد سنة. وطبعا سبحان الله الإنسان شو أناني، بس بتذكر حالي، حكيت عن حالي وقدي مشتقت لكم وقدي بحبكم، ونسيت إنه في أشخاص كتير طبعا هن اللي ساعدوا، هن اللي تعبوا، هن اللي هلكوا مشان أنا أكون بينكم اليوم. بدي أتشكرهم شخص شخص شخص، وعلى رأسهم وعلى رأسهم سيادة الرئيس محمود عباس، مشكور على كل مجهوداته يلي بذلها لكون أنا مرتاحة. ألف شكر.